إن شاء الله دلوقتي ننتقل إلى سورة الكافرون، نسمعها من أخونا وبعد كده نبتدي نعلق عليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إن شاء الله. بص حضرتك في المصحف وركز معايا شوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا احنا هناخد بعد كده في احكام الاستعاذة، مش لازم كل لما الاقي بسم الله الرحمن الرحيم اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن انا ماسك سورة سورة فايه بقرأ معاك واقول لك إيه؟ لما تقرأها قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، لكن مش لازم كل لما الاقي بسم الله الرحمن الرحيم اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن هنقرأ وبعد كده نبقى ناخد احكام الاستعاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. طيب بص حضرتك على إيه؟ قل طبعا قلناها قبل كده، قل ما تبقاش كل، ها تخلف المعنى. قل يا أيها، يا أيها عند حضرتك هنا في مد، مد فوقيه علامة كده اللي هي زي علامة جناح الطائر، بعد منها همز، فتمد أربع حركات. يعني إيه مد؟ تطول صوتك بالإيه، تقول يا أيها، يا أيها، وأكنك الحركة عندنا طبعا إيه اللي هي مقدارها واحد اتنين تلاتة أربعة، دول الأربع حركات. فنقول يا أيها، يا أيها. طيب يا أيها الكافرون لما نقف نقف بسكون النون، قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. طيب بلاش نعمل قلقلة في النون، في ناس بتقول ايه الكافرون، اتعلم بقى يعمل قلقلة فيفضل في كل حاجة يعمل فيها قلقلة. لا، عندنا قلقلة في حروف قطب جد بس، القاف والطاء والباء والجيم والدال، فنسكن النون ميزانها ازاي؟ قول أن 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 أن، يبقى هو ده الميزان بتاعها. ما نقولش أن ولا أن ولا أن ولا نعمل فيها غنة ولا أي حاجة، هي مقدارها إيه؟ حركة واحدة، نقول أن أن. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. طيب لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد، تمام؟ أنت عندك هنا المد بعد منه همز، لسه واخدينها دلوقتي، هنعمل إيه؟ نمد أربع حركات. لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون. تخلي بال حضرتك العين لازم تسكنها، أع أع دمزنها، قول كده أع 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 أع، يبقى لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد. خلي بالك هنا بقى هيجتمع عندنا إيه شوية حاجات، ولا أنتم عندك مد، ولا أنتم، خلي بالك هنا أنتم نون معرّن للتشكيل، مفيش بعد منها لام أو راء، يبقى عندك غنة حركتين، يبقى في إيه ست حركات هنا يحصلوا، ولا أدي أربعة أهو، أدي غنة حركتين، ولا أنتم، ولا أنتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. بص على ما
في عندك هنا ايه؟ في مد. بص على ما اعبد، انت عندك في مد وبعد منه همز. خلي بالك الصورة ديت هنا ايه؟ بعد كده هتعرف ان المد ده اسمه مد منفصل جائز، لكن احنا دلوقتي في مقام تعليم. في مقام التعليم مد المد ده 4 حركات، كل مد تقابله بعد منه همز مده بمقدار 4 حركات، يبقى ما اعبد هنمد ايه؟ مقدار 4 حركات. نقول بقى الآية على بعضها: ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد. نخلي بالنا أعبد، هنعمل قلقلة في الدال، خلي بالك دي من إيه؟ هي أعبده بس هنقف عليها على الدال، يبقى نسكنها، يبقى بنعمل فيها قلقلة، لأن حروف القلقلة اللي هم قلناهم اللي هم إيه؟ قطب جد. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنا. ولا أنت عندك إيه؟ مد بعد منه إيه؟ همز. هنمد 4 حركات. ولا أنا، ولا أنا. لما وقفنا قلنا أنا أثبتنا الألف دي، خلي بالك الألف دي فوقها صفر كده، الصفر ده بيضاوي، بيقول لحضرتك فيه إيه؟ إذا وقفت اثبت الألف اللي تحته، إذا وصلت احذف الألف دي. يعني أنا عا، أنا عا، يبقى حذفنا الألف، لكن لو وقفنا نقول أنا، أنا، لو وصلنا ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنا عابد ما عبدتم. طب بص على كلمة عابد، بص على التنوين ده، ضمتين هنا ووين صغيرين كده، بيقول لك إيه؟ لما تلاقي تنوين ضمتين وون صغيرين بص بعد منهم هل في حرف لام او حرف راء؟ مفيش حرف لام او حرف راء، يبقى عندك غنة حركتين. طيب بص بقى هنا نعمل ايه؟ هي عابد، صح؟ احنا قلناها عابد، نون التنوين ديت اول حاجة فيها تقلبها الميم هتبقى عابدهم، ادغمها في الميم اللي بعد منها وتعمل غنة حركتين، 3 شروط اهو، هتبقى ايه؟ عابد ما، عابد ما، عابد ما، عابد ما. يبقى ما تقولش عابد، لا خلاص، نون التنوين ديت ايه؟ اتقلبت لميم ودخلت في الميم اللي بعد منها، بقى ادغام بغنه. ولا انا عابد ما عبدتم، بص على كلمه عبدتم ديت، ما تقولش بقى ايه؟ انت اتعلمت القلقله، ما تقولش عبدتم، لا. ليه؟ لان الدال هنا معرم للتشكيل زي ما قلنا، وبعد منها حرف مشدد، يبقى فيه ادغام على طول، يبقى هنا ايه؟ بعد كده هتعرف ده اسمه ادغام ايه. لكن هنا انت بتقول عبدتم، بتخش على التاء على طول، بتدغم، تمام؟ ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انا عابد ما عبدتم. طيب آية 5 مش هتبقى زيها زي آية 3؟ احنا شرحنا آية 3، يبقى ايه؟ اسمعها وركز على المدود، على المد وعلى الغنة اللي فيها. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد. طيب بص على آية 6، امشي مع التشكيل بقى، ما تقولش ايه؟ لكم دينكم ولا دينكم، لا، خلي بالك النون مضمومة، ها؟ النون ضمة نو، يبقى الميزان بتاعنا أن، أدي النون الساكنة، نا، ني، نو، تمشي مع التشكيل. لكم دينكم، لكم دينكم، لكم دينكم، لكم دينكم. وما تقولش ولي دين، لا، اللام إيه؟ الياء، ما تقولش ولي دين، الياء مفتوحة، ها؟ فتقول ايه؟ ولي دين،
ولي دين لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين نسمع السورة بقى كلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين.